سيد عزيز، أراك مبتسما. مبتسم لأنني أرى الكذب البواح المباشر بدون ولا حياء من الجمهور ومن ذاكرة الناس. مكتب الاتصال الصهيوني أغلق في 2000، ليس بضغط من الجامعة العربية، أغلق بسبب اقتحام طيب، صارون للمسجد. لا، اسمح لي يعني اسمح لي أنت في البداية أن أتحفظ كما تحفظت على مقال منذ قليل أستاذ منير، أن أتحفظ على بعض الألفاظ التي ذكرت. أستاذ تفضل. أسحب تفضل. أعتذر منك أنت. طيب، فأغلق مكتب الاتصال لأنه كان اقتحام شارون للمسجد الأقصى المبارك، ولأن الكيان الصهيوني انقلب على حتى على اتفاقية أوسلو التي كان في اتفاق غزة أريح أولا، تذكرون 5 سنوات انتقالية، والأستاذ إبراهيم حمامي أخبر مني في الموضوع. فإذا الدولة المغربية أقفلت مكتب الاتصال لأنه أصبح هو عار أصلي، لكن مع انتفاضة الأقصى أصبح عارا مزدوجا. ثم احتجاج الشعب المغربي عن بكرة أبيه في 2000، وأحيلكم إلى تظاهرات الأرشيف الإعلامي، التظاهرات المليونية الجارفة انطلقت مليونيات في 2000. فإذا لا جامعة عربية هناك. ثانيا، نزع الجنسية عن الصهاينة من أصل مغربي. أنا أطلب بنزع الجنسية، لكن ليس هناوي الذي يطلب. القانون المغربي قانون الجنسية تلقائيا تسقط عنهم الجنسية، المادة 19 في القانون. اقرأ القانون يا منير حتى لا أضطر إلى سحب عبارات أخرى بحقك. اسحب هذا الكلام. تفضل تفضل. أنت معروف المغاربة على كل حال. المادة 19 تقول بأن كل مغربي يمارس الجندية في أي جيش أجنبي أو مصلحة عمومية أجنبية تسقط عنه الجنسية تلقائيا بعد إشعاره من طرف الدولة. اليوم نعرف أن الدولة عندها حرج كبير وضيق شديد ومخترقة من طرف أزلام صهيون في كثير من مفاصلها، وضيفك هو أحد أدواتهم. على كل حال، إذن الجنسية ساقطة عنهم بنص القانون المغربي وبنص القانون الصهيوني. القانون الصهيوني يقول كل مستوطن هو جندي احتياط بنص القانون الإسرائيلي. فإذا بالقانون المغربي والقانون الإسرائيلي يسقط. بالمنطق السياسة، خليك من القانون، منطق السياسة، المغرب رأس لجنة القدس، فمن حالة التنافي أن يكون ملك المغرب هو ملك لمليون إرهابي وعشرة وزراء في حكومة نتنياهو ويرأس لجنة القدس؟ هذه حالة تنافي. في حالة التنافي أيضا مستحيل أن يكون لدينا في البرلمان المغربي والبلديات ومجلس الجالية صهاينة مغاربة إرهابيين الشعب المغربي يرفضهم. سنستدعي الانقسام الذي ارتكبته الحركة الصهيونية في 40s و 50s و 60s، وبعملاء الصهيون في الدولة المغربية الذين هجروا اليهود إلى إسرائيل بتعاون مع عزيز بين هناك بالتاريخ والوقائع بأن الشعب المغربي يرفض هذا التطبيع بوضوح. هل يعني وجهت بوصلة الرباط نحو تل أبيب وانتهى الأمر على ذلك؟ مستحيل. التطبيع ساقط، سواء بالرصيد التطبيعي الماضي الرسمي أو السري أو بالمقبل. إذا كان أخي الكريم التطبيع الذي كان في مكتب الاتصال رقم 1 في 95-2000 بني على اتفاقية أوسلو المشؤومة الساقطة، وأيضا على مرجعية المبادرة العربية فيما بعد، اليوم على ماذا سيبنى التطبيع؟ القدس عاصمة بديل للشعب اليهودي، الجولان إسرائيلية، ما فيش مستوطنات، ما فيش حق عودة، المسجد الأقصى المبارك سيصبح هيكل. فإذا من موقع رئاسة لجنة القدس على ماذا سنطبع؟ على أي مرجعية ستطبع الدولة؟ أكثر من هذا، الكيان الصهيوني يخترق المغرب. نحن في مجموعة العمل والمرصد قدمنا تقرير للدولة المغربية وبشريط وبوثائق خطيرة للغاية قبل 2 سنين على اختراق صهيوني وتدريبات عسكرية وتجنيد لشباب تحت عنوان الأمازيغية من أمثال ضيفك لكي يصبحوا مجندين مرتزقة لدى الكيان الصهيوني سواء في المغرب أو في دول الإقليم. أيضا هناك اختراق صهيوني لتأسيس ما يسمى الدولة الأمازيغية في المغرب برعاية واحتضان من أحدهم الذين غادرنا قبل أيام، وهو سيد وأستاذ ضيفك أحمد الضغرني الذي راح إلى إسرائيل في ضيافة الأمن والتعاون الأوروبي، ويجندون الشباب لتخريب المغرب، والتقارير نصدرها لتخريب المغرب عبر الاختراق الصهيوني للطائفية والعرقية. هذا بالفعل ملفت نظري. نعم، أنا سأطرح سؤال فقط على من خلالك لضيفك. إذا كانوا يقولون الصحراء مغربية، هم لا يقولون الصحراء مغربية، يقولون الصحراء أمازيغية.